دونك رجعنا في هذا الفيديو جديد، نحاول نكملوا التواصل العصبي، الدرس ديال التواصل العصبي. المهم كنا صايبين جوج الاجزاء، الجزء الاول والثاني. الجزء الاول كنا شفنا فيه البنيه، او لا نقولوا حنايا الجهاز العصبي منين كيتكون. حاولنا نرجعوا باش نفهموا مزيان باش نصيب واحد الخس اللي هو بسيط. كما كتعرفوا انه جهاز الاعصاب شنو الوظائف والاقسام ديالو. القسم ديالو عنده قسمين، قلنا انه كاين الجهاز العصبي المركزي وعندنا الجهاز العصبي المحيطي. بالنسبه للمركزي فهو كيشمل الدماغ والنخاع الشوكي، اما بالنسبه للمحيطي فكيشمل بزاف مجموعه من الاعصاب التي تصل الى كل انحاء الجسم. اذا قلنا عاوتاني الجهاز العصبي، يعني بما انه كتكون بزاف ديال الاعصاب، فهو فشنو هو الخليه او الخليه العصبيه او كنقول العصبون شنو هي. قلنا ان العصبون كتكون من تشجع نهائي، قلنا كتكون من تشجع نهائي وايضا حجم الخليه والاكسون اللي هو المحور. وقلنا ايضا ان الجسم الخليه فكتكون فيه النواه والعضيات. اذا وقلنا ايضا انه يعني هذه الخليه العصبيه نقدر ننزلها بحال هكا باش بحال باش نبسطوا المفاهيم او نبسطوا هذه الحوايج بحال هكا. يعني لا يعوض نبقاو نرسمو بحال هكا الخليه العصبيه، اللي كنرسموها على هذا الشكل هذايا باش تكون بسيطه ومفهومه باش نشرحوا بها حوايج اخرين. دونك قلنا انه التشجع النهائي هو هذا، الحجم الخليه اللي كتكون النواه والعضيات هي هذه، من بالنسبه للمحور الاكسون فهو هذا. قلنا ايضا انه يعني ديك باش توصل المعلومه لواحد الخليه خاصها تدوز من بزاف الخلايا وخاصها توصل ديك المعلومه لبزاف الخلايا. وقلنا ان الخليه الهدف تقدر تكون خليه عضله او لا خليه عصبيه او لا خليه غده، يعني هادشي ديجا قلناه. وايضا قلنا كيفاش هاد السياله العصبيه او لا المعلومه اللي بغينا نوصلوها من واحد الخليه لخليه هدف، سواء اكانت خليه عضليه او لا خليه غده او لا خليه عصبيه، فهناك بزاف ديال الحوايج كيوقعوا. شنو هما؟ قلنا اول حاجه ان السيوله العصبيه فاش يعني فاش كتستوعب من طرف التشجع النهائي، فهي يعني كترجم واحد الاشاره الكهربائيه اللي كدوز بواحد الشكل سريع عبر هذا الاكسون او المحور اللي كنسموها. يعني هذا المحور كدوز بواحد الشكل اللي هو سريع، كتوصل من هنايا كتفرز لنا بزاف ديال النواقل او الناقل العصبي. في ديك الناقل العصبي كيلصق بالمستقبلات اللي كاينه سواء كانت في الخليه العضليه او لا في الخليه العصبيه. حنا نقولوا الخليه العضليه اللي هي يعني نقولوها هي خليه الهدف. فشنو كيوقع ديك الساعات؟ يعني ديك الخلية الهدف شنو كتوقع؟ يعني كتستقبل ديك الخلية الهدف كتستقبل عندها واحد المستقبل كتستقبل به ديك الناقل العصبي. في ديك الناقل العصبي يعني او المحفز، يعني الناقل العصبي كيفاش عندو نقلو هاد السيولة العصبي من هنا لهنا. ديك الناقل العصبي كيلصق بالمستقبلات. شنو كيدير من بعد؟ يعني ديك الارتباط ديال الناقل العصبي في المستقبلات كيتير واحد ردة الفعل ديال ديك الخلية الهدف. هاد الخلية يعني كتكون واحد ردة الفعل، وديك ردة الفعل هي تكوين محفز عصبي في الخلية العصبية. يعني كيتكون ديك محفز عصبي أو السيولة العصبية في هاد الخلية العصبية المستقبلة، يعني هاد المستقبلة. أما بالنسبة لهاد البلاصة فكتكون فيها منطقة التشابك، هادي كتسمى منطقة التشابك، واللي كتحولنا إشارة كهربائية كتحولها لإشارة كيميائية. كتكون عندنا إشارة كهربائية هنا قبل هاد البلاصة، وكترجع لنا إشارة كيميائية. إذا نتمنى تكون فهمتوا هاد الغيزومي هدايا. بالنسبة للخلية الهدف، إذا كانت خلية يعني إذا كانت خلية عضلة، فهي يعني الرد ديالها يعني ديك ردة الفعل ديالها كتكون رد انقباض الخلية. مثلا خلية عضلية شنو درنا لها؟ مثلا نقصناها بواحد الضوء كتقلص، يعني كيوقع واحد الانقباض. اما بالنسبه للخليه غده فكترد بالافرازات، يعني ناتج لهذه الغده، يعني كيكون واحد الافراز ناتج لهذه الغده. اما بالنسبه للخليه العصبي فكيكون انتاج محفز عصبي او اي اشاره كهربائيه تنتقل على طول الاكسون حتى يصل الى التشابك القادم في المسار، وهكذا دواليك. اذا نرجع للسؤال الاولى، نرجع فيما كنا حابسين، فيما كنا واقفين.
وقفنا هنايا، قلنا إذا كانت خلية الهدف خلية عصبية، أي من جملات يمكن أن تظهر في المرحلة القادمة للعملية، مرحلة رقم 8. إذا فاش قلنا يعني فاش كتوصل ديك يعني فاش كتوصل الخلية الهدف، يعني فاش كتوصل السيالة العصبية لخلية الهدف، شنو هي المرحلة اللي غنزيدو؟ المرحلة اللي غنزيدو من بعد هذه المرحلة إذا كانت ديك الخلية الهدف هي خلية عصبية. إذا شفناها، فاش كتكون خلية عصبية هي الخلية الهدف، فكتكون الغرض ديالها هو أنها عاوتاني كتستقبل ديك السيولة العصبية بواسطة ديك التشجع النهائي اللي كيشد ديك السيولة العصبية وكيحولها إلى إشارة كهربائية وكيدوز عبر ديك الأكسون أو المحورة، وكتوصل عاوتاني للآخر ديال المحورة أو الأكسون، كيتفرز عاوتاني الناقل العصبي، وديك الناقل العصبي عاوتاني كيستقبل في المستقبلات، وهكذا دوا عليك كما قلنا. إذا المرحلة 8 يستوعب محفز مع في التشجع النهائي خلية عصبية، اللي هي هو هادشي اللي قلنا، هادشي اللي بغينا نحاول نوصلوه. ندوزو دابا لواحد السؤال واحد اخر اللي عبارة على كيو سي ام، كيستيون اشوا مولتيبل. هنا عطاونا كيف تنتقل المعلومات عادة في الجهاز العصبي. ينتقل النقل العصبي من تشابك عصبي معين الى تشابك عصبي اخر عبر خلية عصبية، فهو يعني غلط. ينتقل السيولة أو ينتقل السيول الكهربائي عبر خلية عصبية ويؤدي إلى إفراز نقل عصبي للتشابك العصبي. صحيح، ديك السيول العصبية كتدوز ديريكت عبر هذيك المحورة وكتؤدي إلى إفراز واحد الناقل العصبي اللي كيكون في التشابك العصبي، باش يعطينا يعني باش يلصق في ديك كما قلنا المستقبلات في الخلايا المستقبلة. تفرز الخلية العصبية ناقل عصبي ويؤدي إفرازه إلى انتقال السيول الكهربائي في التشابك العصبي. غلط، الخلية العصبية يعني كتفرز الناقل العصبي ويؤدي إفرازه إلى انتقال السيول العصبي السيول الكهربائي في التشابك، يعني كيكون كتحول إلى إشارة كيميائية، ما كتبقاش إشارة كهربائية. ينتقل السيول الكهربائي على طول الخلية العصبية وينتقل الخلية القادمة بدون وساطة النقل العصبي. غلط، ممكن يكون ضروري ديك النقل العصبي كيكون داخل في العملية. إذا الجواب الصحيح احنا قلنا هو ب، ولا هو باء، هو الاقتراح الثاني. دوزو السؤال السابع، هنا عطاونا انتقال المحفز العصبي في التشابك العصبي هو عادة باتجاه واحد، لأنه يعني كيكون في اتجاه واحد. علاش؟ ترتكز المستقبلات للنواقل العصبي في الخلية ما بعد التشابك. فقط في الخلية ما بعد التشابك يوجد حويصلات تحتوي على نقل عصبي. دونك بالنسبة لهذا السؤال هذا يعني أو لا، الاقتراح الأولاني فهو صحيح. صحيح، علاش؟ لأننا قلنا أنه يعني أن المستقبلات فين كتكون؟ كتكون في الخلية الهدف، يعني الخلية اللي كتستقبل مستقبلات راه كاينين في الخلية الهدف، يعني كتستقبل ديك المستقبلات اللي شفتوهم. نحاول نعقلو على الباج اللي هي 23، نحاول نرجعو باش تفهموا شنو هما المستقبلات. دونك هادو هما المستقبلات كيكونوا في الخلية المستقبلة، الخلية الهدف أو الخلية ما بعد التشابك. هي هو التشابك ما بعد التشابك، ما قبل التشابك. دونك كما قلنا المستقبلات كيكونوا في الخلية، كيكونوا في الخلية ما بعد التشابك، ولا كنسميهم الخلية المستقبلة. إذا نرجعو للسؤال ديالنا، الباج قلنا 24 أولا 23 عفوا. إذا قلنا أنه فقط في خلية ما بعد التشابك يوجد حويصلة تحتوي على نقل عصبي. غلط، الحويصلات المحتوية على النقل العصبي كتكون في الخلية ما قبل التشابك وليس في الخلية ما بعد التشابك. فقط في الخلية ما قبل التشابك يمكن أن تتكون إشارة كهربائية. غلط، يعني تقدر تكون أيضا في الخلية ما بعد التشابك. فاش كتكون الإشارة أولا الخلية الهدف هي خلية عصبية. فاش كتكون خلية عصبية هي الخلية الهدف، فيمكن لديك الخلية أنها تكون فيها إشارة كهربائية عشان تدوز ديك السيولة العصبية لبلاصة واحدة أخرى. يدفع السيول الكهربائي الناقل العصبي من خلية ما قبل التشابك الإيجابية إلى خلية ما بعد التشابك السلبية. دونك هذا جواب غلط. الجواب الصحيح الواحد هو ب أو لا ألف ألف عفوا ألف والجواب الصحيح نحاول نكوشوه هنا.
ولا ديجا واقيلا كاين تصحيح، حاول نرجع صحيح. وهذا الإجابة الصحيحة هي ألف. ألف ترتكز المستقبلات للنواقل العصبية في الخلية ما بعد التشابك، والجواب الصحيح. بالنسبة للباء وتاء غير صحيح، لأنه هذا التعليل ديالو. إذا هنايا التوسيع أو تأثير المخدرات والكحول على الجهاز العصبي، هذا التوسع أكثر من المطلوب حسب المنهج. إذا كما شفتوا يعني هذا ما تحتاجوش، ما كنظنش أنكم ما تحتاجوه، ولكن بالنسبة للفقرة اللي جاية هي اللي تحتاجوها. ولكن يعني هذا الدرس هذا نحاول نصايبه كامل. حاولوا يعني تدوزوا الفيديو، حاولوا تدوزوا الفيديو من ديك البلاصة اللي بغيتو نتوماها، يعني ديك البلاصة اللي هي على ما أظن أنها هي رد الانعكاس او الانعكاس، رد فعل الانعكاس على ما اظن. المهم نحاول نكمل هذه الفقره وندوزو للفقره الثانيه. المهم حاولوا انتم تدوزوا الفيديو للناس اللي ماشي انتغس انهم يقراو هذه البلاصه هذه، يفهموا هاد اللعبه هذه. تاثير المخدرات والكحول على الجهاز العصبي. يوجد في الجهاز العصبي انواع مختلفه من التشابكات التي تعمل فيها نواقل عصبيه مختلفه. اذا كاين بزاف ديال التشابكات اللي كتعمل فيهم هذه النواقل العصبيه، كيكونوا نواقل عصبيه مختلفه، يعني كيكون هذا الناقل العصبي على هذا الشكل وهذا الناقل العصبي على هذا الشكل، وكيكونوا بزاف ديال التشابكات وكاين بزاف الحوايج. اذا الجهاز العصبي هو يعني بحال تقول واحد المنظومه، واحد المنظومه فيها تشابكات، فيها نواقل عصبيه مختلفه، فيها كل شيء. تؤثر المواد الفعالة في المخدرات وكذلك في الكحول على العمليات في التشابك بواسطة عدد من الآليات. إذا هاد الكحول والمخدرات فكيأثروا يعني على هاد، كيأثروا على التشابكات، يعني كيأثروا على ديك العمليات في التشابكات بواسطة عدد من الآليات. فمثلا تشبه جزيئات المخدر جزيئات الناقل العصبي وتقلدها في عملها. بإمكانها ارتباط المستقبلات في خلية من بعد التشابك وإثارة رد حتى بدون تحرير نواقل عصبية للتشابك أو لمدافعة أو لمضاعفة رد قائم. مثال هذه الأمثلة ديال هذو المخدرات. بالنسبة لهذا يعني بالنسبة لهذه الحاجة دي شنو كيوقع، يعني بعض المخدرات فهما كي يعني كيصايبوا، هما كيشبهوا النواقل العصبية وكيقلدوها في العمل ديال يعني في الخدمه ديال هذا الناقل العصبي. شنو كيدير؟ كيمشي يلصق في المستقبل باش ينشئ لنا واحد رد الفعل، او ينشئ لنا واحد السويل العصبي في ديك الخليه المستقبله. هو كيدير نفس الحاجه، يعني هذا المختار شنو كيدير؟ كيمشي حتى هو يلصق في المستقبل، ما عنده ما يدير، كيمشي يلصق في المستقبل حتى هو في ديك الخليه من بعد التشابك، وكيدير لها واحد يعني كيدير الاثاره في ديك باش توقع واحد رد حتى بدون تحرير نواقل عصبيه، يعني واخا ما يكونش واحد التحرير ديال النواقل العصبيه للتشابك. المهم كيمشي يرتبط هو، كيمشي يرتبط في ديك الخلية أو المستقبلات اللي كاينة في الخلية من بعد التشابك. أولا يعني كيوقع مضاعفة رد قائم، يعني بعض المرات كتشوف أنه الواحد ملي كيكون واكل شي حاجة، يعني شي مخدر ولا شي حاجة، فتاف يعني فاش كيبغي كيجرح يدو على هادي، يعني ما كيحس بوالو. هادي ماشي كيما كيحس بوالو، يعني الاعصاب ديال ديك السويره العصبيه اللي غتوصل له للدماغ وهادي ما كايناش، يعني ديك المخدره دايره ديك الدور، كيمشي كيلصق في المستقبلات، كيمشي كيلصق في المستقبلات، وديك السويره ما كتوصلش. فوقاش كتوصل حتى كيمشي ديك المخدره فحالو، حتى كيمشي فحالو عاد كتوصل ديك السويره. وهادي اللي كتكون ديك الساعات مشى السيد ضرب يدو وضرب رجلو وضرب، يعني لانه عليه هادشي هذا راه خطير وباينه. يعني بين التحريم، علاش حرام تحرم هاد المخدرات وهادشي هدايا، يعني باش تفهموا بواحد الطريقة علمية انه حتى حاجة ما جات هكاك، ماشي التحريم ديال المخدرات لانه وقع شي حاجة ولا شي. المهم التحريم ديال المخدرات وهادشي هدا كامل، التدخين وهادشي هدا كامل، يعني كأثر على جسم الانسان ولا صحة الانسان. فهاد الشيء يعني عليها ربي سبحانه وتعالى، ما بغناش نمشيو لهاد الشيء هذايا، وحرام هاد الشيء هذايا. فبلا ما يجي شي واحد يعني يقول لك هادي طريقة علمية هاد الشيء اللي كيوقع. آلية عمل المخدرات والكحول في التشابكات العصبية. تشبيه جزيئات المخدرات جزيئات الناقل العصبي وتعيق عمله. إذن كما قلنا يعني كدير ديك الإعاقة ديال العمل ديك الناقل العصبي
فاش كيظهر مثلا شي واحد يدو كما قلنا، يعني ديك الناقل العصبي باش يوصل ديك السويه العصبي انه يدو مجروحه ولا يدو مضروبه وعي تحرقو ولا فهمتي، يعني هتوقع له شي حاجه تما. ما كاينش، لانه علاش؟ لانه ديك جزيئات المخدرات كيشبه جزيئات الناقل العصبي، مش على ساقط هو في المستقبلات، يمكنه الارتباط بالمستقبلات في خلايا من بعد التشابك وإعاقة رد فعل وتحجيز ارتباط الناقل العصبي الطبيعي. مثال المثال هذا ما نقدرش نقراه. آلية، مهم دائرة باقية. جزيئات المخدرات تزيد أو تقلل من تحرير النواقل العصبية من حويصلات الموجودة في أطراف الأكسونات مثل الكحول وحبوب النشيطة. إذا قلنا أنها كتزيد أو كتقلل من تحرير النواقل العصبية، يعني كتزيد يا إما كتزيد تحرر هذه النواقل العصبية وكتلقى بنادم يعني مع الصدام هذه، أو لا يعني كتقلل، يعني كتقلل من تحرير ديال هذه النواقل العصبية من حويصلات الموجودة في أطراف الأكسونات. بالنسبة يعني حتى الإنسان فاش كيكون صايق، علاش ما كنقولو ما خصوش يدير شي حاجة يعني يشرب ولا شي حاجة يعني قبل ما يسوق، يعني فاش كيكون كيسوق ما يكونش في واحد الحالة، لأنه يعني يا إما كتزيد يا إما كتقلل من تحرير ديك النواقل العصبية، يقدر ديك ردة الفعل أو ديك الشوفة ديالو في أنه شي واحد ماجي عنده، تكون ديك السوية العصبية توصل لواحد الشكل اللي هو قليل، يعني هو شايف واحد جاي عنده. وبالنسبة لي دابا انت يعني انت شخص عادي، دابا يا جا شي واحد، يعني انت كنت غادي بالسيارة ديالك بالطوموبيل ديالك، جا شي واحد قدامك، شنو هدير؟ يعني شنو هدير؟ تقلب الطريقة ولا هادي؟ المهم ما هو فاش كيكون جاي شي واحد حداه، ديك السويلة العصبية كتوصل له تقيلة، الدماغ ديالو تقيلة، يعني فاش الا كيبغي يدير ردة الفعل كيكون مشى عند الله. ندوزو دابا، المهم هذه بالنسبة يعني واحد اللقطة مزيانة. تضر المخدرات والكحول بالجهاز العصبي، لأنها عندما تصل إلى التشابكات العصبية وإلى الخلايا العصبية فإنها تحجز أو تثير انتقال المحفزات، وهكذا تشوش النشاط في التشابكات العصبية والنتيجة ضرر وتغيرات غير قابلة للانعكاس في تشابكات وخلايا عصبية كثيرة. إذن هذا الارتباط هذايا، بالنسبة لهاد الأسئلة هادو ما نحاول ندوز عليهم بزاف لأنهم يعني ماشي مهمين في هاد الكونكور هذايا. دونك هنايا بالنسبة يعني بنادم إلا بغا مثلا يعاود يفهم مزيان وكدا، فهو الأجوبة الصحيحة هنايا عندنا هو عندنا هذا جيم هو الجواب الصحيح. دونك جيم هو الجواب الصحيح، أو لا دال، عفوا دال هو الجواب الصحيح. بالنسبة لألف وباء وجيم فهما غلطين، وها الجيستيفيكاسيون ديالهم. دونك بلا ما نتعطلو فيهم باش ندوزو دغيا دغيا داكشي اللي كيهمنا حنايا. بالنسبة لهاد الأمراض هنايا كيقولك يعني اقترح الحل ديال الأدوية، مثلا هاد المرض الأولاني أو انفصام الشخصية، فهما يعني بعض الأمراض اللي كيكونوا متعلقين بالجهاز العصبي، وأيضا يعني كاين الحل ديالهم. فكيكون يعني مثلا نعطيو كمثال الأولاني، هاد المرض الأولاني فكيكون هو واحد المرض يعني كي صعب يتميز بإعاقات في الحركة، أعراضها هي إبطاء وهبوط بالحركة التي قد تصل إلى حد الشلل، عضلات متصلبة، ويعني كيكون واحد بحال نقولوا واحد الحركة ثقيلة، ثقيلة الحركة. دونك يعني السؤال، أو لا السؤال هو كيفاش غنديرو نعالجو هاد المرض هذايا؟ فكنديرو واحد الحاجة، كاين واحد الدواء كيقلد هاد العمل ديال الدوبامين، يعني جزيئات الدواء تشبه جزيئات الدوبامين، تتردد المستقبلات في الخلية من بعد التشابك وتثير رد الفعل، يعني كتصيب واحد رد الفعل باش يولي الإنسان يتحرك عادي. وايضا دواء كيزيد من تحرير الدوبامين من الحويصلات في طرف الاكسون، كيتفرز الدوبامين اكثر لمنطقه التشابك العصبي ويرتبط بالمستقبلات. اذا هادو يعني بعض الحلول باش الانسان باش يرجع للحاله الاصليه ديالو، او نقول بدا يعالج ديك المرض اللي فيه.
وقدر هاد الأدوية يعني كيكون التتبع ديالهم كيكون بشكل دائم. عندنا أيضا انفصام الشخصية، مرض كيتم فيه إفراز متزايد للناقل العصبي الدوبامين في منطقة أخرى من الدماغ. كيف يمكن مساعدة المصابين بهذا المرض؟ كاين اللي كيجي هذا الانفصام الشخصية هو واحد المرض اللي عادي، يعني أي واحد كنقولو راك أنت فيك انفصام شخصية. بالنسبة للانفصام الشخصية يعني كيقراو عليه الناس ديال الأطباء النفسانيين، فكيكون متعلق حتى هو بالجهاز العصبي. لأنه علاش؟ لأنه هذا المرض كيتم فيه إفراز متزايد للناقل العصبي، ديك الناقل العصبي اللي شفناه البارح، ديك الناقل العصبي اللي كيتنقل وكتشد في المستقبل. فكيكون هنا في هذا المرض هذا كيكون واحد الإفراز متزايد، ديك الإفراز كيكون بزاف للناقل العصبي الدوبامين في منطقة أخرى من الدماغ، يعني كيكون واحد الإفراز في واحد المنطقة أخرى من الدماغ. أما بالنسبة يعني باش نحاولوا نعالجوا هذا الشيء هذايا، فكنصايبو دواء كيعيق ديك العمل ديال الدوبامين، يعني الدوبامين باش ميبقاش يتفرز. يعني كنحاولو نشربو، شي واحد في هذا المرض هذا كيحاول يشرب عمل او لا دواء كيعيق هذا العمل ديال الدوبامين، وايضا دواء كيقلل من تحرير الدوبامين من الحويصلات، ما كيبقاش يخرج ديك الدوبامين، وايضا ديك العمل ديال الدوبامين ما كيبقاش يكون بديك الشكل اللي هو سريع او لا متزايد. يعني هنا كما قلنا كاين جوج حالات، كاين واحد الحاله اللي كيكون فيها الدوبامين قليل، واحد الحاله اللي كيكون فيها الدوبامين كتير. فاحنا كنحاولوا يعني على حسب الدواء وصف. اذا وصلنا لديك الفقره اللي قلت لكم اللي هي رد فعل الانعكاس، القوس الانعكاسي كيتسمى ايضا القوس الانعكاسي. اذا الانعكاس شنو كتفهموا به؟ نحاولوا نفهمكم شوية هذا الانعكاس. على الغالب فإن مسارات تقل تنقل أو مسارات نقل المعلومات في الجهاز العصبي معقدة، تمر من خلال الدماغ وتشمل الخلايا العصبية وتشابكات عصبية كثيرة. لكن هناك مسارات في الجهاز العصبي أقل تعقيدا، صورة العمل أبسط في الجهاز العصبي تسمى القوس الانعكاسي أو رد الفعل الانعكاسي. إذا رد الفعل الانعكاسي كيفاش كيكون؟ عندما يلمس شخص جسما ساخنا، يعني مثلا قستي شي برد سخون مثلا إلا طيبته قسته بيدك، يسحب يده للوراء مباشرة. ما هي العملية التي أدت إلى سحب اليد؟ إذا أنت قستي ديك البرد سخون، علاش حيدته بالزربة؟ إلا قلت لك دابا دير يدك فوق البرد السخون ودير يدك وخليه 6 ثواني، يعني أنت بالإرادة ديالك كنقول لك خليه دقيقة بالإرادة ديالك فوق ديك البرد السخون. يعني يلا تحط يدك وانت بالاراده ديالك، انت باغي تخلي يدك فوق البراد، ولكن يعني من بعد واحد 10 ثواني 5 ثواني تقدر تصبر 20 ثانيه وتحيد يدك بالزربه. علاش انت حيدتي بالزربه يدك واخا انت بالاراده ديالك انت كنت باغي تخليه دقيقه؟ يعني هنا كيكون هو رد الفعل الانعكاسي، هذا هو اللي كيتسمى رد الفعل الانعكاسي. إذا كيكون عندنا خلايا الأعصاب الموجودة بين خلايا الجلد في الأصبع تستوعب الحرارة المرتفعة، كيتنقل المحفز العصبي إلى خلايا عصبية أخرى موجودة في العمود الفقري. شوف من كاين في العمود الفقري من يدك حتى العمود الفقري. وصل المحفز العصبي إلى خلايا العضلة في اليد وجعلتها أو لا جعلها تنقبض. إذا المحفز العصبي وصل خلايا الكينين العضلة الكينين في اليد وجعلها أنها تنقبض وتحيد يدك بواحد الشكل اللي هو لا إرادي. إذا تشارك في رد الفعل الانعكاسي خليتين عصبيتين أو 3، ولا يتعلق هذا الرد بنقل المعلومات إلى الدماغ، يعني ما كيكونش واحد النقل المعلومات إلى الدماغ، لذلك تحدث بسرعة. إذا إلا جينا ننقلوها للدماغ يعني هتكون معطلة شوية أو لا. أما إذا كانت بحال هكا فكيكون النقل يعني ما كتكونش هذه المعلومات ما كتنقلش للدماغ. إذن كما قلنا أنه هذا الفعل الانعكاسي يعني كتشارك فيه خليتين عصبيتين أو 3، وما كيتعلقش هذا الرد بنقل المعلومات إلى الدماغ، لذلك تحدث بسرعة. إذن كاين بعض الحالات اللي يعني كيتعلق هذا الشيء بالدماغ، وكاين بعض الحالات اللي ما كيتعلقش بالدماغ. ندوزو هنا رد الفعل الانعكاسي، هنا عطاونا هذا السؤال هذا اللي هو مهم، هل يشارك الدماغ في رد الفعل الانعكاسي؟ في رد الفعل الانعكاسي الرادع
من الجسم الساخن يمر المحفز مباشرة من الخلية العصبية، استوعب المحفز يعني تم يعني الاستيعاب ديال ديك المحفز إلى الخلية العصبية القادمة التي تشغل يعني التي تشغل الخلية العضلية للانقباض، يعني كيكون واحد الانقباض اللي هو سريع. على الرغم من أن ليس إراديا، فإننا ندرك الشعور بالحرارة في العصبة لأن المحفز ينقل أيضا إلى الدماغ. إذا فهموا معايا هذا البلان هذايا؟ على الرغم من أن ديك الرد هو ماشي إرادي، يعني ماشي حنا بغينا نديرو الناس معايا، فإنك كتدرك أنه يعني كتشعر بديك الحرارة اللي كاينة في الأصبع ديالك، فهذا يعني كيدل على أنه المحفز تنقل أيضا إلى الدماغ. نقل المعلومات إلى الخلايا العصبية في الدماغ ومعالجتها هي عمليات معقدة وليست سريعة، لأن التشابكات وخلايا يعني التشابكات وخلايا العصبية كثيرة تشارك بذلك. فديك رد الفعل الانعكاسي يعني كيكون بواحد الشكل اللي هو فاش كيتنقل الدماغ، كيكون بواحد الشكل اللي هو كما قلنا ماشي سريع، ولكن لأنه علاش؟ لأنه معلاش ماشي سريع؟ باش تنقل من يدك مثلا، ولا من رجلك، فاش كضرب رجلك مع شي ستاري ولا هادي، فاش تنقل ديك السويلة العصبية من رجل تال الدماغ، شحال خاصة الخلايا؟ شحال خاصة الخلايا؟ يعني كتكون بواحد الشكل اللي هو ليس سريعا، لأن التشابكات والخلايا العصبية كتكون كتيرة اللي كتشارك في هاد الشي هدايا. يعني كتكون عندنا واحد السويلة عصبية في الأول حسية، كتكون من يعني من ديك من اليد مثلا، من اليد كتكون مثلا النخاع الشوكي، وكتنعكس يعني كتنعكس إلى سويلة عصبية حركية، يعني كتكون في الأخير واحد الانعكاس ديال ديك السويلة العصبية اللي كتكون حسية في الأول، كتنعكس إلى واحد السويلة عصبية حركية، وكتحرك يدك بواحد الشكل اللي هو يعني ليس إراديا. دونك هذا يعني هذه كمعلومة وصافي. كما قلنا دابا نقل إلى خلايا مهمة دي شفناها. في المقابل ففي ردود فعل انعكاسية أخرى، رد فعل انعكاسي رشفة ركبة مثلا الركبة، وهي تقفز الرجل في أعقاب ضربة خفيفة على نقطة معينة تحت الركبة، لا يتدخل الدماغ نهائيا. كما كنتو كتشوفوا يعني شحال هادي في الرسوم توم وجيري ولا شي حاجة، فاش كيضرب ديك القط، كيضرب رجلو مثلا، رجلو كيكون جالس كيضرب رجلو، كطلع بوحدة، يعني ديك الرجل كطلع بوحدة. فاش كيضرب رجلو في ديك الركبة، كطلع في الركبة ديالك، كطلع وكتهود بوحدة. فهادي يعني كيكون ما كيكونش التداخل ديال الدماغ. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد الرد الفعل الانعكاسي، وسالينا ايضا الدرس بالنسبة للكيو سي ام. يعني كيو سي ام صح، المهم نحاول نشوف لكم اذا كان شي كيس ام ديال العوام اللي فاتوا، اذا كان شي حاجه عندي لكم. اذا هادشي اللي كان في الفيديو هذا، وهذا كان اخر جزء، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي.